فور لايف هو مشروع مبادرة عم نشتري فواكه من مزارعين محليين عم بيتحول بكل حب لعصير طبيعي من قبل عيال وأفراد هن تحت الحد الأدنى للمتطلبات الحياة الأساسية. هدفنا الأساسي هو نشجع الفرز من المصدر. كيف؟ كل 3 أناني من فور لايف عصير عم بيرجعوا لنا فاضيين، عم نعطي محلهم واحدة مجانا، وما نكون عم تكون عم نستقبل كل شيء بنعاد الفرز اللي له نكون عم نسلمهم لمعامل مختصين، زائد نعطيهم خصم على منتجاتنا. بلشنا فرز من البيت، حسينا انه الموضوع سهل ولازم نكون عم نعمل هيك، حسينا مسؤولية، يعني الأمن البيئي هو مسؤوليتنا بالنهاية ونحن لازم نبادر. فأول شيء شفناه انه خلينا نعمل فكرة نكون عم نحفز فيها العالم على الفرز من المصدر. فنحن عم نشتغل على هدفين، في عنا هدف قصير المدى وهدف بعيد المدى. أول هدف نحن عم نشتغل عليه انه العالم بلش يوعى انه عن جد نحن اللي بنسميها نفايات اللي عم نكبها هي مصاري. فيا منحول النفايات لمصاري او حتضل مصرياتنا نحن عم نكبها كنفايات. فالهدف كمان البعيد انه نكون عم نشرك كل العالم بلش فرز من المصدر، نشرك البلديات، يكون بكل منطقه العالم تبلش تفرز يكون في مفروزات في مستوعبات للفرز، وهذا المصاري اللي بتروح للبلديه تكون البلديه عم تعمل مشاريع تنمويه لاهل المنطقه او للمنطقه اللي هي فيها. يعني انتم بلشتوا فيها هيدي المبادره من شبان عم بيشوفوا انه لازم يكون في فرز واعاده تدوير. نعم ايه. كمان هذا الشيء كثير، يعني نحن لمسنا هذا الشيء حلو كثير، بنحافظ على البيئه، وبنفس الوقت صار عندنا معلومات انه عن جد الزباله هي عن جد مصاري، هي منا زباله، وان شاء الله يعني بنتمنى الكل يكون عم يتضامن معنا ويتشجع هذا الشيء. مثلا هلا انتم بعتوا البضاعه اللي عندكم هي انين العصير، صحيح. شو بتعملوا انين العصير؟ اول شيء اللي بيبقى كل شيء انين فاضيه، مع اللي عم نجيبهم من العالم عم ناخذهم لمعامل نحن متعاديين معهم. في حدا عم نشتغل على ريسايكلينج وابسايكلينج. ريسايكلينج اللي هي انه بترجع النفايات برجعوا للشيء اللي انعمل منه، يعني بيفرطوا البلاستيك بيعملوا شيء فيها شيء ثاني. الابسايكلينج عم نعطي ناس بيشتغلوا حرف عم بيعملوا من البلاستيك اشياء لها قيمه اكبر بتصير تنباع بسعر اكبر. هيدا نحن ما عم بيجينا شيء ربح عليها، عم بيكون ربح للمعامل وللناس اللي عم تشتغل بالحرف. العيال نحن عم نساعدهم من المصاري اللي عم تطلع لنا من العصير، يعني نحن عم نبيع العصير باسعار مثل انيه الليمون عم تنباع ب 100,000، القسم من هذا الربح عم بروح للعيال. كل شيء نفايات عدوية عم تطلع من عنا هي قشر الليمون والقشر الحامض ما عم نكبها، هذا الشيء عم نحوله لسمات طبيعية وبعدين عم نرجع نوزعه لمزارعين محليين.